البنات كيف نتوما الحبيب ديالي الحبيب قلبي لاباس عليكم مزيانين نتمنىكم تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب الحبيب واللي عنده شي ام الله يخليها له واللي عنده شي واحد مريض الله يشافي ليه واللي عنده شي ولده ولا شي با ولا شي واحد في العائله ديالو مسجون الله يطلق سراحو يا رب الحبيب في هذه الايام هذه المباركه يا رب الحبيب ولو ما بغيت نشارك معاكم اخوتي كيلينتي احبوه هانتوما قليب كيلينتي لو ما اخوتي غنشارك معاكم كيف عدل كيلينتي اللي ما كيعرفش يعدل كيلينتي لو ما يتفرج فيا وغيعرف كيلينتي كيف كيتعدل صراحه كيجي لي اخوتي مزيون المهم خليكم معايا باش تعرفوا المقادير كيلينتي اللي كنعدل هنا المهم قبل من هادشي هذا كامل قبل من هادشي هذا اللي كنقول لكم كامل اخوتي اللي ما دارش لايك يدير لايك واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعلوا الجرس اخوتي اللي كتفعلوا اخوتي الجرس ديك الجديد ديالي اللي كنزل هنا هو كيجي عندكم بلا ما كتبحثوا عليه نتوما يعني ملي غتدخلوا اليوتيوب غيطلع لكم الجديد ديالي ديريكتومو مهم خوتي كنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم وكما كنبغي لكم كنتمنى تبغوني وتتابعوني باش تطلع لي القناه ديالي وهذا ليكم اخوتي وتفرجوا معايا كيلينتي ديالي كيف غايجي لي مكونات بسيطه بسيطه اخوتي بزاف يعني واحد الحاجه كتجي واعره انا بعدا شخصيا العيال ديالي كيعجبهم بزاف بزاف المهم اخوتي هادو المقادير عندنا الحمص مطحون طحين الحمص اخوتي عندنا اخوتي بيضه واحده والقليل من الزعفران اللي كيبغي يعمل الزعفران اللي ما كيبغيش ما يعملش انا اخوتي كيلينتي ما كيعجبنيش يجي بياض كنعمل شويه د الزعفران باش كيجيني صفيفات شويه ونصف كاس ديال الزيت اخوتي نصف كاس الزيت وربع كيلو هذا عندي ربع كيلو ديال الطحين ديال الحميص كنعمل معاه لتر اخوتي ديال الماء هذا عندي لتر ديال الماء بسم الله على بركه الله شويه د الزعفران اخوتي كما قلت لكم قشتيتو قليل والزيت نص كاس الزيت ورشيشه اخوتي د الملحه كنخلط اخوتي الخليط هذا مزيان اثناء اخوتي الفران كيكون كيسخن الفران خصو يكون سخون مزيان وملي دخل اخوتي الكيلينتي للفران خصك تنقص له مره تخلي كيطيب على خاطرو باش كيطيب مزيان صافي اخوتي صافي دابا مخلط مزيان شنو غادي نعمل اخوتي غادي نكب هاد لتر ديال الماء كامل هنايا طريقه سهله صافي ملي كنخلط اخوتي كنجيب هذا كامل هنايا اخوتي كنبدا كنضيف الحين ديالي الحمص تدريجيا نخلطو مزيان هذيك الحبيبات شويه كيتكوروا في الاول كتبقى تخلط حتى ما كيبقاوش ثلاثة دقائق كيلينتي موجود التخليطه ديالو ولكن الطياب الطياب يعني شويه خصك تنقص له الخليط على خاطر صافي خوتي ها هو موجود شوفوا كيف كيكون القوام ديالو يعني ها خفيف ماشي قاصح اخوتي المهم دابا غادي نخليه صافي اخوتي كما كتشوفوا الصينيه ديالي اخوتي دهنتها بالزيت
دابا غادي نكوب فيها الطحين ديالي، وقبل ما نكوب اخوتي نخلطو باش ما يهبطش ديك الطحين في القاع والما يطلع للفوق، باش يجيوني متساويين. اخوتي انا عندي هاد الصينية هادي، وعندي هاد المقلة هذا كنسخن فيه الخبز، ولكن اخوتي ما كيلصقش ثقيل، عندي من ديك الماركه اللي زعما مزيانه ما كتثقيل، ماشي ديك اللي خفافين. دابا اخوتي غادي نقسم الخليط هكذا شويه هنا وشويه هنا، من بعد ما دهنتهم بالزيت شويه هنايا شويه. اخوتي انا ما كنبغيش يكيلين تياج غليظ، عليها قسمت يعني دابا يمكن لو كان ديك 4 كيلو يتسع لي غير صينيه واحده، غير هنايا كانت هذه غادي تهز لي 4 كيلو. انا خوتي كيعجبني كيلي تياج رقيق وما يجيش قاصح، عليها فضلت انني نقسم الخليط لجوج باش يجيني كيلي تي غير رقيق وكيجي لذيد وكيجي واعر. مهم دابا خوتي غادي ندخلو الفران من بعد ما سخنتو 180 درجه، وغادي نقصلو الفران. المهم غادي يكون 180 درجه سخون مزيان، وغندخل فيه كيلي تي وغنقصلو ونخلي العافيه مهيله باش يطيب لي خوتي على خاطرو ويجي مزي ونطيب مزيان. المهم انا غنطيبو، غادي تشوفو كيلي تي ديالي كيف جا. اميره السلام عليكم، قلنا بحال المشاهدين بعد قلنا السلام كيف نتوما. سلام كيف نتوما، لاباس بخير، منكم تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش دير لايك واشتركوا في القناة وتعملوا الجرس باش يوصلكم جدد. اتكبركم خلونا جبرتونا غنعدلو كلينتي خوتي. غندخل كلينتي الفران كنخليه يسخن مزيان 180 درجة كما قلت لكم، عاد نعمل كلينتي ديالي ونقص الفران وخليه يطيب على خاطرو. ولكن اخوتي جبرتوني عدلت، كنعدل الحريرة كما قلت كمين صارت، وغادي نعدل حتى الحريرة شهيتها مع هاد البرودة وهاد البرد. الله العظيم ساعات الحريرة الله يرحمنا يا ربي الحبيب بالشتا كطيح اخوتي وحشتيتو، هذيك كتبدا تنقص كنفرحو كنقولو صافي الشتا غتبدا طيح. ايوا كتهز من الارض داكشي اللي كيهبط كيترفع، الله يرحمنا. وصافي اخوتي وهاد قال ما تنساوش ديروا لايك اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كنبغيكم كامل. المهم اخوتي ها هو كيلينتي ديالي وجاد، ها انتوما كيف جا، كيجي واعر. مي غنقطع لكم من هذا ولا من هذا؟ سيبو الشوكم كيمون فيه خوتي. دابا اللي كيبغي يرش الكيمون ويرش الملحه وبحال الغبره هيدا كيتكل، نزيد شويه د الملح حيت انا خوتي ما ماكلوش الملح بزاف، يعني شويه المليحه وشويه بحال الغبره. ايوا دابا مي غنقطع لك يا اميره. ماما انا خصك محمر بزاف ولا ماشي محمر؟ ايوا محمر محمر. صافي خوتي هيدا كنقطعو كيلينتي ديالي هايدا، انا ما كنعملش كيلينتي قاصح، ما قلت لكم كنعدلو رقيق ما كيعجبنيش لي كيلينتي غليظ. هايدا خوتي كيجي هاكي عمران سينا مين خصك يا اميره؟ انا سينا هذا الصحة والراحة. ودعوا المشاهدين قولوا لهم باي 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 المشاهدين.